الأندية. الشاهد بخصوص سؤالك على موضوع الأندية، أنا ترى هلالي وما يخفى على أي أحد هلاليتي، وكثير ناس يعرفونها يعني، وهذا أتوقع أنا وياك نشترك في 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 نفس الميول. مالي شغل أنا الحين في البرنامج، لا مالي شغل فيها. زين طيب أوروبيا أو عالميا يعني بشكل عام؟ أوروبيا صراحة كنت سابقا أهتم فيها، لكن يعني ما استمتع صراحة أشوفها إلا المباريات الحاسمة أو النهائيات، يعني ما عندي فريق، مهما قلت إنه عندي فريق ما أحس في الشغف في متابعة جديدهم وكذا يعني من حيني. بس أنت بشكل عام تحب هالمجال ولا يعني علاقتك فيه من بعيد البعيد؟ لا، الكرة القدم العالمية يعني أميل شوي للأرسنال، وعارف يعني والدوري الإيطالي يعني محب للأندية يعني ميلان، أوكي، إيسي ميلان وأنتر ميلان، يعني شوي ضد اليوفي. أنت من شوي القديمين أيام تيري هنري و ومالديني. شيء أقول لك يعني، أتوقع المشاهد الحين يعرف ليش أنا الحين أتجنب الكرة القدم الأوروبية. تمام.